السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشجعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق او لايك، وما تنساش انك تدوس عندي الانستغرام والصفحة الرسمية الخاصة بالقناة، ولا عندك شي تساؤل ولا اي استفسار وبغيتي تعرف شي جديد على فريق الرجاء العالمي ما عليك الا تدوس عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك، ومرحبا بكل رجاوي ورجاوية، وهادو بثلاثة غتلقاهم لتحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بقيادة عزيز البدراوي بدأ في عملية تأهيل اللاعبين الجدد مباشرة فور التوصل بقرار رفع المنع عن تعاقدات الفريق الشتوية بعد تسوية النزاعات ورفقت العديد من اللاعبين السابقين. مسؤولو القلعة الخضراء يسارعون الزمن للتعاقد مع مهاجم صريح نزولا عند طلب المدرب في انتظار ما ستؤول إليه آخر تطورات بالساعات القليلة القادمة، خصوصا في ظل اقتراب نهاية فترة الميركاتو الشتوي بالمغرب. رفض مكتب نادي الرجاء الرياضي التفريط في خدمات الظهير الايمن عبد الاله مذكور بعد العرض الذي توصل به مسؤول الفريق الاخضر من احدى الانديه الراغبه في التعاقد معه، وذلك لحاجتهم اليه فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي. قرعه كاس العرش غدا الاربعاء اصدرت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بلاغا بخصوص قرعه الدور 16 من اقصائيات كاس العرش لكره القدم الموسم الرياضي 2021-2022، وهذا نص البلاغ. تنهي لجنة تنظيم المنافسات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية سحب قرعة الدور 16 من إقصائيات كأس العرش لكرة القدم الموسم الرياضي 2021-2022 ستجرى يوم الأربعاء 1 فبراير 2023 على الساعة 11 صباحا بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم معمورة سلا عبر تقنية المناظرة المرئية بمشاركة الفرق المؤهلة عن الدور 32 وفرق البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. وتجدر الإشارة أن مباريات هذا الدور من إقصائيات كأس العرش ستجرى يومي 9 و10 فبراير 2023. ملاحظة: التاريخ المحدد لإجراء المقابلات الدور 16 النهائي يصادف التاريخ الذي سيجرى فيه الرجاء مقابلته الأولى في الدور مجموعات لمنافسة أبطال إفريقيا. وفي الختام، وقع اللاعب عبد الإله حفيظي عقدا يمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مع فريق الرجاء العالمي بعد انضمام إليه رسميا اليوم الأحد إثر مغادرته صفوف الحزم السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي. وعلمت قناة نادي الجراد العالمي أن الصاحب 30 سنة اشترط على النادي الأخضر إمضاء عقد يسري مفعوله لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري مع إمكانية تجديده بعد ذلك. وانضم الحفيظ إلى الرجاء في صفقة انتقال حر عقب فسخ العقد الذي كان يربطه مع النادي السعودي الممارس في الدوري الدرجة الثانية المحلي. وكان فريق الرجاء العالمي قد تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الراهنة مع كل من متوسط الميدان زكريا الوردي والجناح نوفل الزرهوني. وهنا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا السالة، وإلى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق أو لايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الانستغرام والصفحة الرسمية الخاصة بالقناة، ولا عندك شي تساؤل ولا أي استفسار وباش تعرف شي جديد على فريق الرجاء العالمي ما عليك إلا تدوز عندي الحساب الشخصي عبر الفيسبوك، ومرحبا بكل رجاوي ورجاوية، وهادو بثلاثة غادي تلقاهم لتحت في الديسكريبشن. دمتم في رعاية الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.